ما عم يحب يفتح بندا. كنا ريتو توا العرض أنا فرحانة بيه إن شاء الله، وإن شاء الله تتعاون أنت الحفلة جيب السيور اللي جمهورها عند الحبة خاصة الأردن يعني شو ميتها مع الأغاني كل غنيها طربي تونسي شرقي. صحيح هو الوقت اليوم ما يكفيش باش نغني ريبرتوار كامل نتاع سهرية كاملة أغاني خاصة، حاولت نختار ما بين الأغاني الطربية اللي كانت معناتها الجمهور أكثر يعرفهم كجرحي وأغاني ميلا حماوي وبردة وغيره، وحاولت ندخل شوية الأغاني اللي يعرفها عندي الثاني يقتل وأصحاب فنوعت شوية. ألفة وقتاش تشوفوها في حفلة وحدها يعني شبكة تخدم على فرقة وطنية ديو إذا عندها بروجرام تقولي حفلة وحدها ولا بروجرام؟ والله تو كنت نحكي مع سيد مدير المهرجان، أنا عندي عروض وحدي حتى الثنين يعني عندي برشا عروض وحدي، العرض هذايا معناتها قايل محمد الأسود نعملوا الثنين حاجة أنا والفنان أيمن لصيق، ما قلتش لا خاطر نحبهم هما لحق قايلوز ونرتاح في الخدمة معهم، فباراليل عندي عروض وحدي وعندي أنا وأيمن فنان يحبوه هذا هو، والفرقة الوطنية معنا